من بلاتو برنامج صباح الخير معي الزميل توفيق رمانة في ركن نافذة على التاريخ أو في وقفة تاريخية. صباحك طيب وسعيد توفيق. وصباحك أسعد زميلي حسن. مشاهدين كرام أسعد الله صباحكم وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الصبيحة من يوم السبت مع دائرة للصوت ويعني وعذروني هذا لضربة ريح وإنما أذكر لكل مشاهدين كرام بأن في هذه الصبيحة من ذاكرة التاريخ من عام 2011 سوف نتطرق سويا كما سبق لي وأن ذكرت إلى مراحل تاريخية مهمة مرة من خلالها الشعب الجزائري إلى بعض التساؤلات التي يمكن أن تطرح إلى غاية يومنا هذا ولا زال الأساتذة والدكاترة والباحثون في التاريخ يبحثون فيها. فبذلك من خلال الكتب التي قمت بقراءتها اليوم أبيت أن أتطرق إلى موضوع كتير مهم حول العلاقات الجزائرية بين الفترة قبل الفترة العثمانية أي أسباب إخفاق الزعامات المحلية الجزائرية في تأسيس الدولة الجزائرية وعن سبب استنجادهم بالعثمان. أسئلة تطرح وأجوبة يجيب عنها في هذه الصبيحة معنا الدكتور عمار بن خروف أستاذ وباحث بجامعة غردايا وأستاذ مشارك بجامعة بوزريعة. دكتور صباح الخير وأهلا ومرحبا بكم. شكرا. كيف حالكم دكتور؟ الله يسلمكم ويحفظكم إن شاء الله. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الجديدة أستاذ. أجمعين. صحتكم؟ تمام الحمد لله. دكتور ونحن اليوم أبينا أن نقف عند موضوع كتير مهم كنا قد تطرقنا مع حضرتكم في حلقة تاريخية كتير مهمة والتي كان لها الحمد لله صدى كبير عند المشاهد الكريم وكذلك عند الطلبة في قسم التاريخ الذين هم في متابعة الحقبات التاريخية أو الحلقات التاريخية التي نقدمها من خلال برنامج صباح الخير من ذاكرة التاريخ. تكلمنا حول تأسيس الدولة الجزائرية التي قالت فرنسا أن الجزائر لم تكن لها أي دولة ولا أي شيء فجاءت بعملية التخريب والتدمير وغيرها فقالت كان الشعب أمي ولا أي شيء من ذلك. فبفضلكم استطعنا أن نوصل معلومة مهمة أن الدولة الجزائرية قام بتأسيسها الإخوة بربروس والروج أستاذ كما تفضلتم. اليوم نقطة أهم كذلك عن أسباب إخفاق الزعامات المحلية الجزائرية في تأسيس الدولة الجزائرية وعن سبب استنجادهم بالعثمان ما يمكن قوله أستاذ الكريم؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الحقيقة البحث في التاريخ يبلغ ذروته عندما نبحث في الأسباب وفي العلل. نعم. والبحث في هذه النقطة التي أثرتها وهي نقطة مهمة جدا تتعلق بأسباب إخفاق الزعامات المحلية التي كانت قائمة في مطلع القرن العاشر الهجري السادس عشر ميلادي. نعم. وهي الفترة التي بدأ فيها العثمان الإخوة بربروس جهودهم في هذه المنطقة ونجحوا شيئا فشيئا في إقامة دولة واستمرت أكثر من ثلاث قرون. نعم. بينما تلك الزعامات المحلية وأقصد بها بعض الدويلات التي كانت قائمة وفي مقدمتها دولة الزيانيين. نعم. في تلمسان والغرب الجزائري ودولة الحفصين. نعم. في شرقها. نعم. وكذلك الإمارات التي ظهرت بدأت تظهر هنا وهناك في ربوع الجزائر كإمارة بني القاضي في زواوة الغربية. نعم. وإمارة بني عباس في زواوة الشرقية. نعم. وسلطنة بني جلاب في توقرت وعلاهم في ورقلة ومشيخات هامة في بسكرة وفي الجزائر وغيرها. نعم. كل هذه الزعامات لم يحالفها لم تتطور إلى دولة تشمل كل الجزائر كما فعلت كما نجح العثماني. أسئلة تطرح وأشياء كثيرة يعني يمكن أن تفتح شهية البحث أكثر شيء في التاريخ لأن التاريخ أستاذ إذا لم يكن لماذا وكيف وما هي الأسباب فلا يمكن أن نصل إلى بحث تاريخي مهم وقد يفيد العامة خاصة من خلال الكتب التي تصدر لكم. أستاذ الكريم ونحن نتساءل تفضلتم بتواجد إمارة كوكو والحفصيين والزيانيين وغيرها وغيرها من الزعامات. أستاذ لماذا كل هذه الزعامات كانت موجودة في الجزائر قبل العثمان؟ لماذا كل هذه الزعامات لا يعني ما استطعتش أنها تقوم بتأسيس دولة؟ لتأسيس دولة. نعم. بعض الشروط. نعم. إن توفرت كان هناك نجاح وإن لم تتوفر لن يكون.
نعم. أو يكون نجاح نجاحه جزئيا محدودا بسيطا. نعم. من هذه الشروط التي ينبغي أن تتوفر لتحقيق النجاح هو شرطين أساسيين أو ثلاث شروط أساسية: السند القبلي، وهذا الذي دعا كان يفسر به ابن خلدون قيم الدول في عهده. نعم. والسند الديني، وبعد النظر للشخصيات التي تقوم بتأسيس الدول. نعم. وهذا كما قلت لارتكازهما على سندين واحد، وهو السند القبلي. نعم. الزيانيون كانوا يرتكزون على سندين قبلي، وهو سند وسندهم في هذا هي قبيلة زنتة. نعم. قبيلة زنتة كما نعرف ضعفت وتلاشت مع الزمن، ومنذ القرن 14 تحدث عنها ابن خلدون، قال إني أشاهد أن زنتة في طريق الذوبان. نعم. في القبائل العربية، وبذلك حرمت مملكة التلمسان من سند قبلي كان هو الأساس في قيمها، وتفتقر إلى السند الديني، فهم ليس لهم مشروع ديني كمثلا كما كان عند الموحدين، وهو توحيد ديني وتوحيد عقدي. نعم. وفكرة أخرى جديدة وهي المهدية عندهم، هذا ما كانش عند مملكة الزياني. نعم. ولا عند الحفصيين ولا عند المرينيين، ولذلك مع الزمن ضعفت هذه الدويلات وتلاشت. نعم. والإمارات والزعامات المحلية التي ظهرت بعد ضعف هذه الممالك الثلاث. نعم. التي ظهرت هنا وهناك هي أيضا كانت تفتقر إلى السند الديني، يعني ليس لها مشروع ديني تعمل من أجل تحقيقه، فظلت متقوقعة في أماكن محدودة هنا. نعم. هنا وهناك. وحول أحمد القاضي الزواوي أستاذ، ما يمكن قوله الذي كان يترأس إمارة كوكو أستاذ، يعني كان عنده دور كذلك. أحمد بن القاضي الزواوي. نعم. مؤسس إمارة كوكو. نعم. اللي كانت موجودة في زواوة الغربية. نعم. هذا هو شخصية بارزة كانت فيها مواصفة قائد يتوفر على الشرط الأول وهو الزعامة القبلية، والشرط الثاني، ولكن كان فيه شيء آخر قلنا وهي الركيزة الثالثة، بعد النظر يبدو لي كان منقوصا عنده، حيث أنه لم يستطع أن يطرح فكرة التوحيد. نعم. بأتم معنى الكلمة، فلم ينجح لا مع بني عباس المجاورين له، ولا في الجزائر العاصمة التي خضعت له فترة من الزمن. أستاذ الكريم، ونحن نقف عند حقيقة لكي ننوه للمشاهد الكريم أنه حقيقة كانت لنا دولة جزائرية قبل دخول الاستثمار الفرنسي في الجزائر. نعم. فبذلك كانت لنا دولة قائمة على أسس وركائز حقيقية وصحيحة. أنتم الذين تفضلتم أستاذ الكريم بموضوع العلاقات السياسية بين الجزائر والمغرب، أستاذ، كتاب مهم الذي نشاهده مع المشاهد الكريم هنا، هو قمتم بدراسة علاقات الجزائر السياسية مع المغرب الأقصى على امتداد يعني القرن العاشر الهجري والسادس عشر الميلادي، وهو من أهم القرون التي تميزت بالعلاقات المتشابكة وكذلك بين البلدين وتدخل القرى الخارجية فيها. ما يمكن قول أستاذ؟ لابد أن أرجع إلى العثمانيين. نعم. العثمانيون نجحوا بطريقة يعني فيها جديرة بالاهتمام والبحث. نعم. فهم ليس لهم سند قبلي في البلاد. نعم. لأنهم وافدون من مناطق شرق. نعم. البحر المتوسط. نعم. ومع ذلك استطاعوا أن ينجحوا بدون سند قبلي. نعم. والفضل في ذلك يعود. نعم. إلى عبقريتهم. نعم. في ونجاحهم. نعم. في تكوين سند داخل هذه البلاد. نعم. هذا السند. نعم. يتكون من
عناصر وفدت من شرق البحر المتوسط. نعم. وكذلك من الأندلسيين الذين أنقذوا الأعداد الكبيرة والكثيرة منهم. نعم دكتور عماد بن خروف، نحن تفضلنا بفضلكم إلى موضوع وطرحنا أسئلة وأجوبة تفضلتم بها حول تأسيس الدولة الجزائرية. ما هو الشيء الذي أخفقت الزعامات المحلية في تأسيس دولة جزائرية حتى قامت بالاستنجاد بالعثمان؟ أستاذ ولكم كتاب هذا الثاني الذي شاهده المشاهد الكريم، هو حول العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الجزائر والمغرب الأقصى في القرن العاشر الهجري والسادس عشر ميلادي. هما كتابان موجودان في المكتبات. أستاذ الكريم، نحن نتمنى لكم دائما التوفيق ودائما أن تثرينا ببحوثاتكم التاريخية الرائعة. أستاذ الكريم، وعندي مجموعة أخرى من الكتب هي بصدد إعداد للنشر، هي نعم. جاهزة إن شاء الله ستظهر قريبا. نعم. وبعضها يتعلق بالعلاقات مع الجهة الشرقية. نعم. مع تونس. نعم. وطرابلس. أسباب نجاح العثمانيين. نعم. أسباب نجاح العثمانيين. نعم. بالإضافة إلى ما وجدوه من قوى مساعدة لهم. نعم. نعم. وعلى رأسها القوى الدينية. نعم. استطاعوا أن يكسبوا هذه القوى الدينية وأن يجعلوا منها سندا قويا فقاموا على أكتافهم. نعم أستاذي الكريم، شكرا لكم على هذا الموضوع الشيق والجميل. فالتاريخ لا يمكن أن نقوم بتحصير التاريخ في دقائق معدودة، فبذلك الوقت البرنامج انتهى. الدكتور عماد بن خروف أستاذ وباحث بجامعة غردايا وأستاذ مشارك بجامعة بوزريعة. دكتور شكرا لكم على الحضور، فإلى حلقات تاريخية أكيد سوف تكونون معنا. أما أنتم مشاهدين الكرام، لكم بقية أوقات ممتعة مع زميلي حسان، وسلام الله عليكم. شكركم أيضا وشكر كل المشاهدين. ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا. يعطيك صحة توفيق، شكرا كثير لك وللدكتور طبعا على التفاصيل وبدلة جميلة. توفيق قلت لي هي موضة 2011 لأنه ما التقيناش.